يا أهلا وسهلا بجميع متابعي جمعية إشراق، عدنا لكم. عادة يقولون بطلة جديدة، أنا بقول بنفس الطلة بنفس الحماس، لكن مع ضيف مختلف، ضيف مميز. ما أبغى أعرف عنه، لكن حيكلمنا اليوم عن تجربته الملهمة في التعايش مع الـ ADHD. أبغى أترك المجال له ياخذ نص دقيقة يعرف عن نفسه عشان ما يحرق علينا الجوانب الثانية المختصة فيه. تفضل الإعلامي المتميز. مين؟ وزان عبيدي، يا أهلا وسهلا، عرفنا عن نفسك. حياك الله أستاذة مها. أول شيء أنا فوزان الثبيتي، أنا ابن المخرج الإذاعي الراحل سعيد شوش الثبيتي. أنا خريج كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد سعود الإسلامية، لدي بكالوريوس في الإذاعة والتلفزيون والفيلم. متزوج وموظف وأعمل مستقل بالإنتاج الإعلامي والعلاقات العامة في المناسبات والمؤتمرات وصناعة وإنتاج الأفلام. يا أهلا وسهلا فيك، يا أهلا وسهلا بالإعلامي المتميز بإذن الله. فخورين جدا بوجودك معنا ونتشرف بوجودك معنا. شكرا لأنك حتشارك معنا جزء جدا مهم، وإن شاء الله تأثيره حيكون مرة كبير وإيجابي على كل من يستمع لك بإذن الواحد الأحد. بإذن الله. أبغاك تحدثنا فوزان، متى عرفت إنه أنت محتاج إنك تشوف مختص؟ متى عرفت بالـ ADHD؟ إيش اللي خلاك تروح لمختص؟ والله للأمانة أنا عرفت عن الموضوع منذ الصغر. أحد أخواني كان يعني لديه اطلاع في الترجمة ويبحث كثير، ولاحظ العرض علي منذ الصغر وقال لي ترى فوزان أنت عندك شيء اسمه اضطراب فرط الحركة وشفت انتباه أنت هايبر أكتف. فكانت هذه البداية، وقال لي أكثر مرة عن جمعية إشراق وعن العلاج النفسي السلوكي المعرفي. لكني زي أي واحد عنده ADHD يؤجل الأمور إلى وقت آخر ويستمر التأجيل. لكن أنا التشخيص عندي أخذته تقريبا قبل سنة من الآن، لأنه لاحظت أنه بعض الأعراض صارت تزيد عن وضعها الطبيعي، وصرت يعني صارت تأثر على العمل، صارت تأثر على أشياء كثيرة، فلا بد من استدراك الوضع يعني كفاية للتأجيل. تمام، فمتى قررت إنك تروح بالضبط إنك تشوف مختص؟ بشكل اساسي لما مثل ما قلت قبل شوي، انه لما بدات تاثر على الاعراض، لما بدات تاثر على العمل، بدات يعني في الـ مرحلة ADHD لها البلوغ. اعراض كثيره، لكن هو في مرحله البلوغ بدات تاثر اكثر في الثانويه والجامعه. لكني انا برضو استمريت في التجاهل، استمريت في العناد، خلينا نقول. يعني هل حاولوا الأهل يودونك لأحد وأنت رفضت؟ هل حاولوا أخوانك يكلمونك في الموضوع وأنت رفضت؟ والله لا، ليش لكن وصلت حتى لو هناك؟ يعني كانوا مثلا، لو قال لي مثلا اخوي هذا اللي قال لي مباشره انت عندك الاعراض ولا بد انك تروح تتشخص، يعني لو قال لي يلا نروح كنت دائما اقول طيب خلها بعدين، خلها كذا. انا ما ادري ايش كان الفكره عندي في ذاك الوقت، يعني كان هذا قبل يمكن 15 سنه. تمام. في أحد سأل سؤال حلو، احنا بندخل الأسئلة اللي لها علاقة بالشيء اللي نتكلم عنه لحظتها. يعني إيش كانت الأعراض وقتها؟ وش لاحظ أخوك؟ أنت إيش لاحظت؟ اول شيء من الصغر انا كان عندي خلينا نقول الحماسه الزايده او الاندفاعيه، وكنت مثلا اتصرف بدون ما افكر في العواقب او الافعال. يعني ممكن طبعا الاطفال عموما هم كذا، زي ما تقولين شقاويين وحريكين جدا، ويطلع منهم كلهم تقريبا يعني. فكانت هذه من ضمن الاعراض، لكن في اعراض ثانيه من ناحيه مثلا المدرسه، انه لا كنت صعب علي اني اركز، او مثلا صعب علي انه انا انتظر دوري لما يسالني الاستاذ، يعني ارفع يد حتى لو ما اختارني الاستاذ اجاوب انتظر، واحيانا يعاقبني مثلا المدرس ليش ما سمحت لك اصلا، لكن هي رغم اني ابدا ما استطيع الصبر. ما هي في تحت سيطرتك. ممتاز. طيب الأعراض هذه احنا طبعا عارفين انه احنا نتكلم عن الـ ADHD، كيف توصف الـ ADHD للناس اللي تسمعنا؟ الـ ADHD هو لو يجيك احد يقول لك الـ ADHD،
فوزان عفوا. الـ ADHD هو اضطراب في وظائف المخ، يجعل الشخص خلينا نقول يواجه صعوبة في التركيز، يتشتت بسهولة شديدة، يكون عنده فرط في الحركة، فرط في النشاط يعني بشكل غير طبيعي، اندفاعية، ما يستطيع يمسك نفسه ويصبر، ما يفكر في العواقب. طبعا هو الـ ADHD بحد ذاته له تقريبا 6 فروع او 6 اشكال مختلفة في الاعراض. اتوقع عنده البالغين في شيء يسمى الـ ADD اللي هو تشتت الانتباه لدى البالغين، فقط هذا شيء أيوة. اخر. هو يجي عادة يا تشتت انتباه، أو يجي فرط حركة، أو يجي الاثنين مع بعض. طيب بعد التشخيص بديت على الدواء العلاجي؟ اي اول شيء انا بديت في الدواء العلاجي، وانا استخدمه حاليا، ناسبني. طبعا في عده ادويه علاجيه، كل شيء يكون له عرض جانبي مثلا معين، فانا جربت اكثر من علاج لين شفت شيء يعني ناسبني جدا واستمرت فيه. طبعا العلاجات كثيره، في يعني حتى لما تجي المستشفى وتعرض مشكلتك على الاخصائي او الاستشاري، مثلا ترى في علاج يعالج مشكلة تشتت الانتباه، وفي علاج يعالج أيضا فرط الحركة. أنا في حالتي قلت لهم لا، أنا فرط الحركة ما عندي مشكلة فيه، أنا دائما أستغل فرط الحركة عندي في القيام بالأعمال وفي التنفيذ. فاستخدمت علاج لا فقط يركز على مشكلتي الأساسية اللي أنا كنت يعني أعاني مؤخرا بالعمل والدراسة وغيرها، اللي هو تشتت الانتباه وصعوبة التركيز. طيب الآن نتكلم عن الدواء. جاء في بالي حاجة، كثير من الناس اللي نقابلهم برا اللي ما حصلت الفرصة إنه هي تتحدث مع مختص، أو إنه هي تعرض نفسها على مختص، لما تقترح عليهم فكرة الدواء النفسي كيف إنه هو ممكن يساعد في أشياء كثيرة، تقعد تقول لك لا الدواء النفسي سبب تعود، لا الدواء النفسي معروف عن أشياء ما هي زينة. كثير المجتمع يتخوف من فكرة الدواء النفسي. إيش المسج اللي تبغى توصله لفكرة الدواء النفسي مقارنة بالأدوية الثانية، أدوية الضغط، أدوية السكر؟ أو جميل جميل سؤالك. أنا بقول لأي شخص تابعني الآن، سواء عنده مشكلة ADHD أو غير أي ADHD، أنت الآن لما يجيك ألم في بطنك، طبيعي أنك تروح للدكتور باطنية. لذلك لما تكون عندك مشكلة عقلية ونفسية وسلوكية، لازم تروح مستشفى نفسي وتقابل دكتور يكشف عليك ويشخص الحالة، لأن الجسد له أمراض مثل ما كذلك العقل له أمراض، وهو صحيح. عيب ولا هو غلط ولا حرام أنك تكون عندك هذه المشكلة، سواء كانت نفسية أو عقلية أو سلوكية. الغلط أنك تتجاهلها، الغلط أنها تستمر تأثر على حياتك بشكل سلبي وعلى الأشخاص حولك، لأن الأيدي ما يأثر على حالك، أبوك اللي حواليك يلاحظون هذا الشيء، هذا الشيء ممكن يأثر عليهم سلبا. الحل أنك تعترف بوجود المشكلة، تبحث عن أخصائي تشخيصها، تبحث عن علاجها وتجد حلول. أهم نقطة أنك تمنعها من أنها تأثر عليك مستقبلا، تبدأ من الآن. وشعاركم في جمعية إشراق المعرفة بداية الحل، وهذا صحيح فعلا، إنه إذا عرفت المشكلة واعترفت بوجودها وبحثت عنها هنا بداية الحل. صحيح. طيب أنت لما تحكي عن تأثير الاضطراب أو الحالة على حياة الشخص، على اللي حوالينا، احكي لنا كيف كانت حياتك قبل التشخيص وقبل تلقي العلاج المناسب وبعد تلقي العلاج أو الرعاية المناسبة؟ بصراحة كانت حياتي جدا فوضوية، يعني بشكل طبعا أنا صعب علي إني أعترف بهذا الشيء، ولكن هذه الحقيقة يعني لابد إني أعترف فيها. كانت حياتي هذه جدا شجاعة، فوضوية، إيه هذه كانت شجاعة حياتي من جدا الشخص. فوضوية، وكان صعب علي إني أرتب الأولويات، حتى لو كانت الأولويات بسيطة صعب علي إني أرتبها. وكنت أواجه مشاكل في التركيز لفترة تزيد عن 5 دقائق، يعني كثر الله خير ان ركزت 3 دقائق، يعني ابدا ابدا ما استطيع ان اركز في موضوع واحد، يعني امل بسهوله واتحب يعني اتركها بشكل مباشر ايا كان الشيء هذا اللي اسويه. وكانت حركتي كثيره، كنت جدا مندفع متسرع وبدون تفكير مثل ما قلت في النتائج او الافعال او العواقب، يعني اسوي الشيء ولا افكر ولا يعني اهتم وش اللي راح يصير بعدها.
كذلك كنت كثير السرحان، كثير النسيان، مشتت انتباهي، حتى لو أحاول أركز أنا مشتت. أحيان خصوصا هذه فترة الدراسة، أحيان يكون المعلم يناديني مثلا وأنا أكون سارح وأفكر في أمور بعيدة مثلا، لدرجة أنه هو يفكرني أنا ما يعني أسوي نفسي ما أسمع، وأنا فعليا ماني مسرح تماما. وبعض المدرسين لما يعرف ان انا عندي هذه المشكله يستوعب هذه المشكله، فيصير يقول لي مثلا انتبه ترى كذا كذا كذا. برضو كنت يعني كثير او سريع الملل بالنسبه لتنفيذ المهام، الواجبات الدراسيه، الاختبارات، الامور هذه كنت دائما اخر تنفيذها الى اخر فرصه ممكنه. يعني عندي مثلا اختبار في الجامعه، انا ما اذاكر الا قبل الاختبار بساعات بسيطه او يوم مثلا، وهذه من اكبر الاغلاط. كذلك واجبات أثرت في على المدرسة كنت دراساتك؟ نوعا ما يعني في المراحل الثانوية مثلا كان هذا الشيء جدا مؤثر. في الجامعة لا، حرصت انه، وهذه برضو في فترة الجامعة انا لسه ما تشخصت، لكني انا وعيت بالمشكلة اكثر، فصرت احاول قد ما استطيع انه انا احاول احلها، احاول انه اجبر نفسي انه اعطي وقت، لاني انا ادري انه اوكي تركيزي صعب اني اركز وانا احتاج وقت اكثر من غيري، فكنت دائما اعطي نفسي وقت او احاول اجبر نفسي على الدراسه وعلى المذاكره. حلو. كذلك في عندنا بعد تاخير الواجبات، انا كانت اكثر مشكله عندي في الاي دي اتش دي اني انا كنت اشوف ان كل الاشياء اللي جالس اسويها هي هذه الطبيعيه، ما كنت ادري ان هذه الاشياء بسبب اي دي اتش دي. فحرصت بعدها انه اروح دكتور واتشخص. طبعا بعد التشخيص اتضحت لي الصوره، كنت اعتقد انه بعض الاعراض مثل ما قلت لك انها طبيعيه تصير لكل الناس، وبعدين اكتشفت انها مركزه في الاي دي اتش دي وبعض الاضطرابات الاخرى مثل القلق ومثل غيرها. واكتشفت، وهذا شيء يعني ما انتبهت له في الاخير، ان هذه الاعراض ممكن تتطور اكثر وتاثر بشكل سلبي اكثر على حياتي، سواء حياتي الشخصية أو الدراسية والعملية. هذا اللي زاد عندي القلق من المشكلة. بعدها زاد عندي الوعي بشكل كبير بالمشاكل، بأسبابها، الحلول الممكنة. تم إعطاء العلاج المناسب وتم متابعة الحالة والأعراض. طبعا ممكن بعض الناس تفضلي. يفكر أن بس الموضوع أنا مرة بسيط، تأخذ متحمسة أسمع كيف كانت حياتك بعد تلقي الرعاية المناسبة. يعني إيش تغير عليك؟ إحنا قبل ما تدخل في الإجابة عارفين قديشك ما شاء الله نجحت في الإعلام، وقديش إنه تجربتك حتكون ملهمة، فنبغى نسمع يعني بعد تلقي الرعاية المناسبة كيف تغيرت حياتك؟ والله شوفي، أول نقطة بديت ألاحظها، يعني حتى زوجتي لاحظتها علي في البيت، صرت أنفذ المهام بدون تأخير. في أمور ثانية، في الاستيقاظ من النوم أو في الذهاب للنوم، كان هذه يعني أواجه فيها مشكلة، فصار بالنسبة لي هذا موضوع مرة سهل، يعني أنا استيقظ من النوم وأقوم متحمس ونشيط، في العادة أكون لا أبدا. برضو في نقطة أخرى، أنه العلاج يعالج بعض المشاكل، لكن في امور ثانيه كثيره هي نفسيه سلوكيه تحتاج انك انت تعود نفسك عليها. يعني هي مهم مساله تحبها تاخذها وخلاص تتعالج من كل شيء بشكل سحري كذا، لا، في امور لابد انك تبذل جهد انت نفسيا، انك سلوكيا وفعليا انك تقوم بها. ممتاز. وهنا طبعا حدثنا انا في كيف تعاملت مع الأعراض، الطريقة اللي أنت والمختصين تعاملتوا فيها مع الأعراض هذه، حدثنا فيها شوي. أول شيء بالنسبة للعلاج أخذته من مستشفى نفسي. أما بالنسبة تعاملك مع للجلسات الأعراض تحكي فيها، حكيت إنه العلاج النفسي السلوكي، السلوكي المعرفي، نبغى بلغة كذا سهلة يعني تصل للمجتمع بسهولة. أنت كيف تعاملت مع الأعراض هذه؟ يعني هل استخدمت تطبيقات معينة تساعدك في تنظيم المهام؟ هل لجأت إلى أكيد أساليب معينة؟ أكيد. في البداية أنا أحب أشكر جمعية الإشراك، لأن عندهم برنامج جدا مهم، وبرنامج آزر. برنامج آزر الآن مع أزمة الكورونا، التقيت ببروفيسور اسمه محمد القحطاني،
شرح لي اشياء كثيره وبين لي ايش الفرق بينها بين الشخص الطبيعي وبين اللي عنده ADHD. في امور ثانيه يعني كنت اعتقد انه ما لها علاقه ابدا بـ ADHD، مثل النسيان، مثل امور معينه، اعطاني لها مثلا تمارين عقليه في اشياء سلوكيه، في يعني عده اشياء لا يعني لا تخطر بالي الان. لكن انا شخصيا من سبق وذكرت لك اني انا مرحلة الجامعيه بديت انه ابحث عن حلول، عن اشياء زي كذا. كنت دائما استخدم بعض التطبيقات خلينا نقول مثلا بدايه كنت استخدم الملاحظات، مثل ملاحظات الايفون، بحيث ان انا اكتب المهام حقتي وش بسوي اليوم، اسوي كذا كذا كذا، لان لو ما كتبتها انا حنساها، ولو نسيتها بتذكرها بعدين وباجلها اكثر. يعني هذه من اول المشاكل اللي عندي. هل عشان نساعد اللي يسمعنا اكثر، هل المهام هذه، احنا قاعدين نتكلم عن المهارات التنظيميه، هذه مهارات جدا مهمه للاشخاص المشخصين بالاي دي اتش دي. لما تكتب المهام اليوميه ونسميها المهام تو دو ليست ولا قائمه المهام اليوميه، هل هذه تحضرها قبلها بيوم؟ ايش استخدمتها؟ اللي جاءت انت قلت لي للجوال، كيف الاليه؟ قبلها بيوم تجهزها ولا في نفس اليوم بدايه اليوم، عشان يسمعون الاهل ويستفيدوا مباشرة أنت مجرد ما تخطط أنك يعني أنت عندك مهام كثيرة راح تسويها. سواء شوف بقولك شيء، كل إنسان فينا عنده أشياء يبغى يسويها اليوم بشكل عاجل الآن، في أشياء بيسويها بكرة أو أسبوع. يعني في شيء في جدول يسمونه الهام والعاجل والغير الهام وغير العاجل. طبعا هذا الجدول انت لازم تطبقه في مخك، وتبدا مباشره لما تيجي تكتب عن اي مهمه تبدا تفكر هل هي هامه عاجله، تبدا تتصنفها وتبدا تكتبها عندك. في تطبيق جوجل تاسك انا استخدمه، هو تطبيق مهام جميل. في ميزه جدا ممتازه بالنسبه لي، اللي هي انك تقدر تحدد المهمه هذه بوقت، بيوم او بوقت يعني بساعات محدده، فيجيك فيها إشعار بأنه جاء وقت المهمة، فالآن تنفذها، إذا نفذتها بتحط عليها صح، فخلاص تنتقل المهمة اللي بعدها. أنا كنت من الناس اللي خلاص أقول لك أنا حسوي خطتي وأبدأ فيها من بكرة إن شاء الله، وأصحى بكرة الصبح وأروح الدوام وأنسى المهام اللي أنا كنت راح أسويها. فكنت أحرص مثلا لما يكون عندي أي مهام في نفس اللحظة اللي أنا أبتكر فيها هذه المهمة أبدأ أكتبها وأسجلها، وأبدأ أحطها مثلا في القائمة فوق، إنه خلاص هذه أول شيء أصحى أشوفها أول شيء، او تكون مثلا تحت، او على حسب الترتيب اللي انا بحطه، على حسب هي هامه او عاجله. كذلك في نقطه، اذا الشخص عنده اشكاليه في موضوع الهام والعاجل وغير الهام وغير العاجل، او يسبب له نوع من اللخبطه او عدم التركيز، يقدر يستخدم جدول جدا بسيط انه يحدد انه هذا الشيء الان او لاحقا، بغض النظر عن هام عاجل، فقط يعني يا ابيض يا اسود. ويحدد، وهذه نقطة جدا مهمة أنا كنت أواجهها، لازم الواحد يفصل ما بين الأشياء المهمة في العمل والأشياء المهمة في البيت. يعني أنا أحيانا للأسف الشديد أطلع من العمل وأرجع البيت وأنا لسه قاعد أفكر في أمور العمل، ويجي الليل وأنا لسه بالي مشغول مع العمل، وهنا مشكلة. لابد أنه تضع حد ما بين العمل وما بين البيت. وهذه يعني أنا بس إذا تسمح لي أوقف في نقطة فوزان، لأنه المذكرة موضوع جدا مهم، من أو واحد من التكنيكس أو فنيات أو التولز حقت المهارات التنظيمية. طب إيش رأيك بالريمايندرز أو اللي هي المذكرة تطلع لك على الجوال زي المنبه مؤقت وكل شيء؟ لأنه إحنا إذا عندنا مشكلة مع النسيان ممكن نستخدم شيء متعلق بمنبه، نحط ساعة معينة. ممتازة ممتازة، أي كانت الوسيلة اللي أنت تشوفها تناسب لك استخدمها، سواء كانت منبك، سواء كانت المفكرة، سواء كانت تطبيق التقويم. أنا على فكرة أنا استخدمها كلها، تطبيق جوجل كالندر أحط فيه المهام اللي أسويها بشكل يومي، بحيث أنه خلاص أنا أحطها وأحط هذا هدف يومي، فخلاص كل يوم يجيني ينبهني. كذلك يعني حتى بعض التنبيهات تكون بشكل يومي، اللي هي يومية أساسية، عندك مهام يومية، عندك أشياء أسبوعية، عندك العاجل، فمقسمهم على حسب. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب معلش بطلع لسؤال كذا جاء في بالي وانت تتكلم، كثير من الناس اللي المشخصة بالADHD، ودي هذه رسالة توجهها تكون من صميم تجربتك الشخصية، وانت لمست الجانب هذا في البداية لما حكيت على النسيان، لما حكيت على المعلم اللي ممكن يقول ليش تتحرك، ليش تتكلم، ليش تجاوب ما سألتك.
هذه ممكن تخلق شوية مشاعر بالذنب عند الطفل أو عند المراهق، شوية تحس إنه هو مختلف، تحسسه بالإحراج قدام زملائه، فهمتك، انه بينه يكون وبين يحس انه نفسه مختلف اتخفت. عن الاخرين ويحس انه تحت لا، وطأة بينه ال وبين نفسه، أي بينه وبين نفسه حتى يعني ينظر لنفسه نظرة سلبية، ويصير يجلد الذات على أعراض ما هي بيده. وش الرسالة أنت اللي تبغى توجهها من صميم شخص ناجح اليوم ولله الحمد مشخص بالـ ADHD للأشخاص اللي عندهم ADHD بالنسبة للأعراض اللي عندهم صعوبة إنهم يسووا كنترول عليها؟ أول شيء، وهذا طبعا شيء ما حد ينكره، الله يعينهم، يحبون انه الطفل المصاب بالـ ADHD ما هو مثل اي طفل اخر، انه هذا يحتاج عناية خاصة اكثر من غيره، يحتاج احتواء لحالته. ابغاهم يعرفون انه ما يقدر يسيطر على نفسه، هو يعني ممكن بعض الاشخاص يعتقد انه هو قاعد يفعل هذه الافاعيل انه عن عمد، لا، هو ما يستطيع انه يسيطر على نفسه، اندفاعه وحماسه كل الاشياء اللي ممكن يسويها بسرعه غير مقصوده. وفي نقطه انا جدا مهمه، بعض الاشخاص للاسف ممكن يقول للطالب انت غبي انت كذا، وهذا شيء للاسف يسيء له نفسيا وممكن يعني يسبب له مشاكل بعدين لاحقا. ابغاهم وهذا يعرفون الشيء انه غير هذا الشخص، مقبول تماما. هذا الشيء غير مقبول، بالاضافه انه بالعكس هذول الاشخاص مستوى ذكائهم طبيعي مثل بقيه الطلبه، وقد يكونون احيانا يعني ذكائهم عالي اعلى من البقيه، لكن بسبب صح. هذه المشاكل يعني يساء النظر الى حالته. لكن هو مشكلته الاساسيه انه يصعب عليه التركيز لفتره طويله، يتشتت انتباهه بشكل سهل جدا، يعني اي حاجه ممكن لو تمر سياره من جنب المدرسه ميل راسه وقاعد يفكر في السيارات والدنيا بشكل صحيح. مباشر، يعني كما يشعر، ويصعب عليه انه يبقى على الكرسي، هو دائما في حاله حركه دائمه. من المستحيل تقول له اصبر، لا امسك نفسك عند الاجابه وانتظر لين الاستاذ يسمح لك، هو ما يقدر يمسك نفسه، هو مباشر احيانا هو يعني يرفع يده ثم يقوم يجاوب ثم يحاول يقفل فمه، يعني كاني انا والله انا ما قصدت، انا قلت الاجابه بالغلط اصلا، عرفتي؟ هذه يعني تحسين مباشره انه هذا الشخص قاعد يأنب ضميره بسبب هذه المشكله. صحيح. أنا عشان كذا بقول أبغاك توجه رسالة وكأنما قدامك أشخاص مشخصين بالـ ADHD، وحيس يعني حيس حيسمعوا منك نصيحة. خلينا نقول عندك دقيقة بتأثر في 20 شخص الآن، إيش ممكن تقول لهم؟ هم اشخاص مشخصين بـ ADHD، صحيح، يعني رسالة منك لأشخاص مشخصين بالـ ADHD من ناحية إنه التأثيرات السلبية للمواقف اللي تصير حولهم، أو سواء في المدرسة، نظرتهم لأعراضهم، نظرتهم الشخصية. فباك الآن تتخيل قدامك 20 شخص مصابين بالـ ADHD، إيش الرسالة اللي تبغى توجهها لهم من ناحية نظرتهم لنفسهم وتعاملهم مع التعليقات السلبية اللي ممكن تبدر من أي أحد حولهم؟ بالنسبة للتعليقات السلبية، التعليقات السلبية راح تجيك في كل الأحوال، حتى لو يعني تكون ماشي على الصراط المستقيم حتجيك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما سلم عليه من التعليقات السلبية. لكن أنا يهمني جدا، خصوصا يعني مرحلة الشباب والمراهقين، يعني في المرحلة الدراسية، أهم نقطة عندي أنه المعرفة بداية الحل، هذا شيء جدا مهم، لأنه بعد التشخيص بعد أخذ العلاج أنت بتلاحظ بتحسن كبير بشكل يعني عظيم في حياتك، وقتها راح تفهم ايش اسباب اغلب المشاكل اللي تمر فيك، راح تعرف ايش اللي يسببها من الاساس. الاشياء اللي تعتقد انها طبيعيه تكتشف انها كلها بسبب الاضطراب، والاضطراب فيه انواع، ولا بد انك تستشير اخصائي او استشاري يفهم حالتك ويشخصك التشخيص الصحيح ويعطيك العلاج. وابدا ابدا لا تاجل الموضوع او تستهتر فيه، لانه اذا استهترت فيه للاسف ممكن ياثر على درجاتك في الجامعه او في المدرسه، ممكن ياثر على يعني حياتك، ممكن ما يحقق لك احلامك، يعني انت تكون تفكر انك تجيب درجات عاليه وتخش في التخصص الفلاني، بسبب هذا التاثير ممكن ياثر على درجاتك وفي الاخير ما تدخل الشيء اللي تبغاه، يسبب لك اشكاليه، وهذه صار معي انا بفتره من الفترات، يعني انا قاعد اقول لكم عن تجربتي انا الحقيقيه الشخصيه. وعلى الرغم من المصاعب اللي مريت فيها، في النهاية طرقت باب المعرفة الحمد لله. ولجأت حل ونجحت، وهذا هو المهم. أنت وفي بعد نقطة كذلك للشباب اللي في المرحلة الجامعية،
بس بعرج على نقطة جدا مهمة، كذلك الشباب اللي في المرحلة الجامعية، في شخص في كل كلية يسمى المرشد الأكاديمي. المرشد الأكاديمي تستشيره في كل الأمور اللي أكاديميا قد تأثر على دراستك، سواء بسبب ADHD أو بسبب أي أمور أخرى في الجامعة. للأسف الشديد أنا طبعا أنا قد رحت للمرشد الأكاديمي واستشرته في عدة مواضيع على اللي قاله، والحمد لله استفدت. للأسف الشديد أغلب الطلاب ما يعرف عن هذا الشيء. كذلك عندك في المدرسة في مرشد طلابي، لو واجهت مشكلة لو لا واجهت شيء ممكن تستشيره، ممكن تعطيه تقول له إيش مشكلتك بالضبط، أكيد إنه راح يوجهك ويعطيك الحلول اللي تحتاجها. نقطة جدا مهمة، جدا جدا مهمة. وإذا غير المرشد الأكاديمي، أخصائي نفسي طبعا زي ما قلت لك، اللي يشخص لك الحالة. أي طيب، رسالة للأهل فيما يخص تفهم الأعراض اللي قد تكون خارجة عن سيطرة الأطفال، وطرق باب المساعدة إذا كان في علامات أو مؤشرات المفروض إن هم ما يتجاهلوها وياخذوها بجدية. رسالة للأهالي اللي يسمعونا. أول شيء طبعا كل أب وأم يبغى ولد يكون طبيعي ولا يكون لا في ADHD، أو ما يبغى حتى أحد يقول إن ولده مريض أو فيه المشكلة الفلانية، وهذا شيء طبيعي طبعا. لكن أنا أشوف أهم نقطة هنا إنه لازم تعترفون بالمشكلة، لأن كل ما اعترفت بالمشكلة هنا ممكن تسبب له مشاكل يعني لاحقة في حياته. الاعتراف بالمشكلة، تشخيص المشكلة، حلها وعدم تأجيلها، لان مثل ما قلت لك هي ممكن تاثر على حياه الطفل الشخصيه في البيت او في الحاره او الدراسيه في المدرسه وغيرها. لا سمح الله، ما تم اكتشاف المرحله او الحاله بمرحله مبكره يكون افضل للتعامل معها. والاهم هذا ليش؟ كله انه الو أيوة ليش يا فوزان؟ ليش التدخل المبكر دائما أفضل؟ لان اذا عرفنا المشكله وعينا فيها، مثلا لما انا كأب مثلا ولدي عنده ADHD، لما اروح المدرسه واقول للمعلم ترى ولدي عنده مشكله كذا ونبهته كذا، ما راح يكون المعلم يعني يتعامل مع الطفل بشكل يعني ب ب ب بدون ما يقصد يتعامل معه بشكل سلبي يؤثر عليه بشكل سلبي، لا راح يتفهم حالته. اذا تفهم حالته هو نفسيا راح يقدر انه يدرس ويشارك مثل بقيه الطلاب، ما راح يتعقد من هذه المشكله. لكن برافو لو عليك، تكتمت انا على برافو. الموضوع والمعلم عامله بطريقه سيئه للاسف، يعني ما انتبه لحالته ومشكلته او ما استوعبها مثلا، والله هذه مشكله تصير علي وعلى المعلم، يعني على بيئه الطفل. لابد البيئه هذه المدرسه والبيت، ومثلا لو كان يطلع في الشارع او شيء زي كذا، لابد هذه البيئه انه يتم احتوائها، يتم الانتباه لها. يعني على فكره صحيح، التربيه لابد انك تنتبه لعيالك، مو انك تخلف وتتركهم، لا هذه اكبر مصيبه ترى. صحيح صحيح. وفي أم أو أب يوافقوك الكلام ويقولوا إنه هم لو ما تدخلوا مبكرا كان ما كان ابنهم بالحالة الجميلة اللي هو عليها اليوم. ممتاز، أنا كثير والله سعيدة بالأشياء اللي أسمعها. إيش رأيك ناخذ بعض الأسئلة؟ ناخذ بعض الاسئله. انا قبل شوي شفت سؤال يعني باهي، قالوا لي ايش اعراض العلاجات اللي تاخذها، فهذا سؤال مره مهم. طبعا انا استخدمت علاج عيبه الوحيد اللي هو فقدان الشهيه، فكان يعني مباشره على وصفه العلاج كان يقولون لابد انك تاخذ بعد الفطور، يكون فطور مشبع، لانه لو ما اخذت بعد الفطور تشعر بالجوع. وللاسف الشديد انا يعني ما اتبعت بعض التعليمات، استاذ وفعلا فوزان كان هنا، بس ما ودي نلخبط شويه، ممكن لخبط المتابعين، اوكي. لانه الاثار الجانبيه يعني مثلا لو انا وانت ناخذ نفس الدواء انت ممكن يجيك اثار غير اللي تجيني انا. صحيح. فودنا وش رايك نعمل سكيب لفقره الدواء؟ يا اوكي. تمام، عشان انا كمان متخصصه، ماني طبيبه، فما ابغى يعني اوكي بالغلط اوكي واحنا لا لا مثلا تمام. عارفين نخوف الاهل من الدواء. طيب لا العلاجات مختلفة، لا بد انك تروح الدكتور وتشوف ويتابع حالتك. ممكن تقول العلاج هذا ما ناسبني، ولا بخفف الجرعة، ولا الى ان تجد الشيء المناسب لك اللي يشعرك بانك خلاص انت قدرت تسيطر على الاعراض وقدرت تنجح في عملك ودراستك. هذه اهم نقطة بالنسبة لنا، انه انت مع الدكتور والمسج، هو اللي هو المختص. أتوقع المسج الرائع اللي حاولت توصله من البداية إنه ما نخاف من الأدوية، زي ما أنت تاخذ دواء لما يعورك بطنك، المثال الحلو اللي ذكرته بالضبط أنت في البداية، بالضبط لما تاخذ دواء للضغط. الـ ADHD نفس الأهمية ولا تقل أهمية عن بالضبط الأشياء الثانية،
التشخيصات صحيح. الثانية. في سؤال: صحيح. هل واجهت صعوبة في تكوين صداقات يذكر أنها من مصاعب المصابين؟ إيش رأيك بالكلام هذا؟ والله انا شخصيا في حالتي ابدا ما كانت عندي هذه المشكله نهائيا. انا بالعكس، انا كنت اجتماعي بشكل يعني اوفر شوي. انا ممكن يكون لانه انا شخصيا من الصغر كنت ما اهتم بكلام الناس او ما اهتم ايش يصير ايش ما يصير، يعني كنت شوي يعني عايش حياتي زي ما ابغى ولا يهمني كلام الاخرين يعني. لكن ممكن اذا كان الطفل خجول او يعني يستحي او من هذه المشاكل، ممكن ان هذا الشيء ياثر عليه. لكن بينوا اهم نقطه بالنسبه للوالدين، انه يبينون للطفل انه ترى اتس اوكي، حتى لو كان فيك مثلا اي دي اتش دي عادي، بتعيش بتكبر وبتسيطر على الموضوع وما راح ياثر عليك. دائما شجعوه واهتموا فيه، يعني دائما خلوكم داعمين له. هذه اهم نقطه يعني. وانا لو ما وجدت الدعم والتشجيع من اهلي، ما كان الحمد لله يعني تجاوزت كل هالإشكاليات ومشت أموري الآن. الله يخلي لك أهلك يا رب. في سؤال مرة جميل أتوقع بيعجبك: هل فكر الإعلامي فوزان في عمل فني أو درامي عن فرط النشاط وتشتت الانتباه؟ والله ما قد جاء في بالي إني أنا أسوي لو سكتش بسيط أو فيلم وثائقي بسيط، لكن هذه الأمور تحتاج ميزانية وتحتاج سيناريو، تحتاج فريق عمل، يعني يد واحدة ما تصفق، خلينا نكون واضحين يعني. إن شاء الله يا رب يوصلك الدعم وتطلع كل الأفكار اللي عندك بطريقة رائعة. شخص ناجح مثلك حيكون مصدر إلهام لكثير من الناس، وإحنا إن شاء الله إن شاء الله. لوجود أشخاص ناجحين مثلك بهدف التوعية، المصدر إلهام وأهداف كثير جميلة بإذن الله. بإذن فالله الله. يفتح لك إن شاء الله أبواب كثيرة يا رب. الله يسلمك. خلينا وياك. نشوف. آمين. ولدي عنده تشتت انتباه وفرط حركة ودايم إذا أخطأ يعتذر على أقل شيء، كيف أحل هذه المشكلة؟ وبرضه تقول يا ريت، لا واحدة ثانية، يا ريت يكون في تركيز من الإعلام عليهم، لأنهم أو لأن أغلب الفئات الأخرى أخذت حقها. صحيح، وإن شاء الله يا رب على يدك فوزان. بإذن الله. لكن عموما اللي يتابع جمعية إشراك في اليوتيوب وفي تويتر وفي موقعهم الرسمي يشوف انه يعني احنا قدمنا، يعني جمعية إشراك قدمت كل ما لديها في التوعية بالموضوع. اعتقد حتى في شهر اكتوبر، كل شهر اكتوبر يتم اطلاق حملة لتوعية الناس باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. انا على فكرة كان اول مرة تعرفت على جمعية إشراك يعني وجها لوجه. طبعا انا مثل ما قلت لك انا عندي فرط حركه، فكنت دائما اشارك في الانشطه التطوعيه والكشافه والامور هذه. فكان في يوم اللي كلمتني احد الجهات وقالوا في جمعيه اسمها جمعيه اشراك للتوعيه باضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه، عندهم ركن للتوعيه بالاضطراب. فقلت انا بشار، انا متطوع معكم. ولما انتهى الجناح هذا انا قلت لهم ترى انا اوريدي عندي اي دي اتش دي. قلت لهم والله ما جتني الفرصه، لكن فقالوا لابد تجي تزورنا ونشوف موضوعك. ففعلا الحمد لله يعني. والله هم ما شاء الله ما يوقفون من ناحية الأنشطة التوعوية والترفيهية والبرامج المختلفة، الله يقويهم يا رب. في سؤال عشان بس ما ننسى ضيفنا أو ضيفتنا، الولد اللي يعتذر على أقل شيء، كيف أحل هذه المشكلة؟ تبغى تجاوب ولا أجاوب؟ لا جاوبي، أنت مختصة أكثر مني في هذا الموضوع. طيب، إحنا بالنسبة لنا الطفل اللي يعتذر، أنا ما أعرف كم عمره، لكن الطفل اللي يعتذر غالباً ما يكون يشخصن الحاجات اللي تحصل إنه هو السبب فيها، فيشخصن بمعنى إنه هو دائماً يقول أنا السبب، مثلاً أنا زعلت، ويحرص على إنه هو يرضي الجميع أحياناً بطريقة مبالغة جداً. هذا الشيء ما نبغى يستمر لحد سن المراهقة أو سن البلوغ، دائماً نبغى نجيب الطفل ويكون بينه وبينه حوار جداً بسيط. مثلا يا فلان، انت مثلا الان حاسس انه انت زعلان وانا لازم ارضى، تعال قول لي انت ليش حاسس انه انك انت انك انك لازم تعتذر. هنا احنا نبغى نفحص الافكار اللي عنده، مثلا انا زعلتك، انا مثلا خايف اذا زعلتي مني مثلا ما راح تحبيني، يعني نبغى نكتشف ايش المشكله والفكره الاساسيه اللي عنده. هل هي شخصنا لانه هو السبب دائما، هل هو رابط انه زعلك منه او التعبير عن الزعل من اللي حوالينا انه راح يفقد حبهم واهتمامهم؟ ما نقدر نقول في حل يناسب كل الاطفال، لكن الاعتذار الزائد
دائما يعكس لنا أفكار سلبية، يا عن الشخص نفسه أو خوف من ردة فعل الآخرين أو أحبابه اللي حوالينا، ردة فعل سلبية. فإحنا نبغى نكتشف إيش الخوف اللي عنده أو الأفكار اللي عنده إذا كانت متعلقة بشخصنة الأمور ومرتبطة هي بالإحساس الذنب هذا اللي يخليه يعتذر طول الوقت. فلازم المعرفة بداية الحل زي ما قال فوزان، فلازم نعرف إيش السبب عشان نقدر نحدد طريقة التعامل معها. بسؤال جدا مهم ونسأل آخر مرة، لو سمحتوا وين ممكن يدرسون اللي فيهم ADHD؟ أقصد ندرسهم طبيعي ولا احتياجات خاصة ولا وين؟ وش رأيك فوزان؟ والله أنا أعتقد أنهم قد يحتاجون يعني شوية عناية خاصة، ممكن يكون يحتاجون يدرس مدرسة طبيعية لكن يحتاج منهم دروس خصوصية إذا كان يواجه مشاكل في هذا الشيء أو لا. أو إذا أهم نقطة قبل هذه كلها، أنه لما يروحون الأبوين للمدرسة يشرحون هذه المشكلة للمعلم، لأنه أعتقد في بعض المدارس فيها صفوف معينة لديها احتياجات خاصة أو التربية الخاصة أعتقد يسمونها، وفي أعتقد معلمين لديهم بعض الدورات للتعامل مع هذه الفئة. إن استدعت الحالة، أنا استدعت الحالة ممكن، لكن ما استدعت الحالة يعني أنا درست في مدارس حكومية طول وقتي، ما يعني ما واجهت هذه المشاكل نهائيا ولا حتى احتجت مدرسين خصوصيين. لكن إذا كان عنده مشكلة في عدم التركيز شديدة جدا أثرت على المستوى الدراسي، مباشرة ابحث عن سواء مدرس خصوصي أو مدرسة مختصة أنا أعتقد أنه يفضل أنه يكون في كل مدرسة في السعودية يعني يحتوي فيها على فصل لذوي احتياجات أو يحتاجون التربية الخاصة، لأنه هذه الفئة ممكن الآن ما أعرف كم عددها لكن ممكن تكون كبيرة، ولو ما اتجهنا للحل جذري من الأساس لحلها ممكن تتفاقم أكثر للأسف. وأعتقد أنا وزارة التعليم الآن عندهم توعية بالموضوع ده أكثر. صحيح، وأنا أتفق مع الجزئية الأولى اللي ذكرتها. الطفل المشخص بالـ ADHD طفل لا ينقصه من المهارات العقلية شيء، هو طفل ذكاؤه زي ذكاء الأطفال الآخرين، هو مشكلته في التركيز في الحركة لا في القدرات العقلية، ولا في الذكاء. فزي ما قال الإعلامي فوزان، الطفل يدرس في فصول طبيعية، لكن الرعاية الطبية هي اللي حتساعد إذا قرر المختص أو الطبيب إنه هو يحتاج دواء. الرعاية الطبية والنفسية هي اللي راح تساعد إنه هو يستمر في الفصول أو المدرسة بشكل عام من غير مواجهة عقبات أو مشاكل كبيرة تمنعه من إنه هو ينجح. صحيح ولا لا يا فوزان؟ صحيح، اتفق معك تماما. تمام. كذلك طيب وكذلك اتوقع في احد برامج جمعية اشراك، في برامج اتوقع للطفل وفي برامج صيفية اتوقع شيء زي كذا. عموما هو لابد انه يعني يكون متفاعل ويكون في مشاركة ويكون في يعني حرص ومتابعة على الموضوع. يعني انا الان عمري 29 سنة ولا زلت كل فترة ابحث عن الـ ADHD او اشوف اخر اتابع الموضوع، ايش اللي استجد في الموضوع، ايش الدراسات الجديدة عن الموضوع، احاول يعني استوعب الموضوع بشكل اكبر. وكذلك اي اب واي ام لابد، او سواء انت الشخص مصاب بـ ADHD او انت احد الوالدين او تعرف احد من اقربائك عنده ADHD، حاول تتابع الموضوع وتشوف. حلو، ممتاز. في نقطة بسيطة بس احب تمام. اذكرها، انه للاسف الشديد بعض الاشخاص لما يشوف شخص مندفع وهايبر اكتيف سريع الحركه بشكل يعني كبير، خصوصا لما يكون يعني مش طفل لا يكون رجل كبير، للاسف بعض الناس ممكن يسيء الظن ويعتقد ان هذا الشخص يتعاطى منشطات او شيء زي كذا. انت ما من واجبك الان انه لما تشوف شخص يعني انا اتكلم عن نفسي، انا يعني قد واجهت هذا الشيء، قد جاني احد قال لي انت يعني تعاطى شيء، قلت له لا ليه، قال يا اخي انت مره نشيط، ايش فيك يعني. فقلت له انا عندي اضطراب اسمه فرط الحركه والانتباه، انا فعلا عندي فرط في الحركه، فهذا الشيء انا يعني شيء يعني عقلي ما اقدر اتحكم فيه. فكان يقول لي انت يعني كان مصدوم واول مره يسمع الموضوع، فكان يقول لي من جدك؟ قلت له والله فعلا انا صادق. هذا الشيء واجهته في الفتره اللي تخرجت فيها من الجامعه. انا كان الفتره اللي تخرجت فيها من الجامعه جلست تقريبا سنه كامله اشتغل في تنظيم المعارض والمؤتمرات، وكنت يعني كفريلانس مستقل ما كنت اتبع لاي شركه، فكنت اشتغل في كل مكان تكون في فرصه.
وكنت اغلب الاماكن هذه لما اجي اقول لهم ايش الشفتات اللي عندكم، يقولون لي كذا كذا، فاقول لهم خلاص راح اخذ شفتين، يقولون لي يعني 8 ساعات 8 ساعات 16 ساعه انت يعني تتحمس 16 ساعه، اقول انا بالعكس انا من اهم الامور اللي اقدر اسويها اقدر اسيطر على نفسي ب 16 ساعه وفرض حركه. عشان كذا انا كنت برضو دائما اشغل نفسي في الانشطه البدنيه او يعني الحركيه عموما. كنت داخل نادي، كنت مثلا في الكشافه، كنت دائما اشارك في مع جوال جامعة إمام في معسكرات الخدمة العامة في الحج وفي العمرة، كذلك مع بعض الفرق الكشفية مثل فرقة الناس للناس الكشفية. كنت يعني أي مشروع يصير أقول لهم لو سمحتوا أبغى أشارك معكم، أنا أبغى يعني فيني طاقة أبغى أروح أبغى أتحرك أبغى أسوي شيء. هذه من أهم الأمور. كذلك أنت لما تشوف شخص تعتقد أن فيها الأعراض، ممكن هو ما عنده خلفية عن الموضوع، ممكن تقول له تقول له أنا والله شفت فيك كذا 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 من أعراض، أنا أقترح عليك أنك تقرأ عن الموضوع تشوف، لانه بعض الاشخاص للاسف ما يدري انه هو في هذا الاضطراب للاسف. يعني الان في زمننا هذا في 2020 في اشخاص كثيرين هو في كل الاعراض لكنه ما هو داري ولا قد سمع عن الموضوع. مجرد ما تجي يعني تنول وتعطيه شويه معلومات تخليه يبحث بنفسه، ممكن هو بالعكس يكتشف المشكله ويعرف انه والله هو مصاب بالموضوع ويبحث عن علاج. صحيح. احنا باقي لنا مع الالام الرائع دقيقتين تقريبا، بس ودي في سؤال، في شخص سال كيف نتواصل مع جمعية إشراق؟ إحنا الآن قاعدين نبث بث مباشر من حساب جمعية إشراق، فتقدروا تدخلوا على الحساب وتأخذوا أرقام التواصل من هناك، كلها موجودة. طيب باقي لنا الحين بنختار سؤال واحد، إيش رأيك؟ تفضلي. في واحد هذا يقول لك يا أخي أحس إن الدواء خطير، يعني أحس الطفل لما يكبر خلاص ما يحتاج، ايش رايك؟ لا بالعكس، انا ما قص ممكن انا اتوقع انه مشكله الشخص هذا انه هو يعتقد انه هذا الشيء ممكن يسبب ادمان عليه او شيء زي كذا، لكن طبيعي ابدا ما هذه المشكله غير موجوده عند الاشخاص اللي عندهم ADHD. يعني العلاجات اصلا، حتى انا رحت لما رحت عند الدكتور قلت له دكتور انا بكون معك واضح، انا ابغى علاج لكن ما احتاج انه ادمن عليه او اصير محتاج بشكل. لا ابدا، توقف العلاج ترجع لك الأعراض تستمر على. وعلى فكرة في شيء مرة مهم ترى، المرض هذا لا تعتقد أنك حتاخذ علاج وحيوقف وخلاص ينتهي، هو اضطراب دائم طول حياتك حيكون فيك، فالأفضل أنك تشوف لك حل وعلاج وتستمر عليه، أما أنك زي ما تجلس كده تقول إن شاء الله يروح من حاله ما حيروح. صحيح صحيح. لا لا هو لكن زي لكن بالعكس في مرحلة الطفولة أنا أشوف جدا مهم أنه أول شيء يعرض على مختص أو استشاري، ومن هناك يقول الأخصائي الاستشاري وش العلاج المناسب وش الكمية أو الجرعة المناسبة. كذلك أنا أشوف أن في نقطة جدا مهمة، العلاج الأهمية عن العلاج النفسي أو السلوكي أو المعرفي. أنا مع بداية لازم في كورونا مع برنامج آزر في أمور كثيرة أنا كان غايبة عني، وكنت يعني ما استطعت أوصل لها في الدوائي. لما جت مع العلاج النفسي السلوكي بديت استوعب امور معينه، وبديت اسوي التمارين المطلوبه او اسوي الاستراتيجيات الفكريه اللي نحتاجها على اساس انجز المهام اللي نحتاجها. هذا الشيء انا كنت افتقده كثير في العلاج الدوائي، واستطعت العلاج النفسي السلوكي، وهذا النقطه المهمه بالنسبه لي. صحيح. يعني هم جانبين، لا احد يقول دوائي ما هو الاثنين لازم. يعني الله يسعدك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم. أنا أتفق معاك في الحاجات اللي شاركتنا فيها، تجربة فعلا ملهمة. أنا لو تسمح لي بقول عليها وصف بسميها من يعني من صعوبات إلى نجاح، يعني دائم بإذن الله قدرت تحول كل الصعوبات كل العقبات، وظفت الحركة الزائدة أو الحركة المفرطة أو فرط النشاط بإنتاجية رائعة، ولاحظوها عليك كمان في العمل. هذا هو التوظيف الصحيح والصحي للمشاكل وللأعراض. أنت خلقت من المشكلة إنتاجية كبيرة جدا، نفخر فيك، نفخر بنجاحك، وشكرا كثير على تجربتك اللي بإذن الله أنه هي راح تساعد الكثير وتلهم الكثير بإذن الله. كل الشكر للإعلامي المتميز الناجح أستاذ فوزان الثبتي، سعدنا بوجودك معنا اليوم. وأنا سعد وتشرفت جدا بكم وبجميع المتابعين،
ورسالة أخيرة أحب أقولها، أنه فعلا يعني كلمة المعرفة بداية الحل هي أهم نقطة. أبحث عن جمعية إشراك وأبحث عن الحلول، يعني لا تأجل الموضوع ولا تسمح لهذا الموضوع أنه يسيطر على حياتك بشكل سلبي أبدا. يعني ابحث عن الحل لين تجد حل وتنجح في حياتك. كل الأشخاص اللي عندهم ADHD هم أشخاص أذكياء ولا يعانون من أي مستوى ذكاء متدني أو أي مشكلة، كلهم أشخاص قادرين على النجاح، لكن لابد أنهم يحرصون على إيجاد الحل. برافو عليك، الله يحفظك، الله معكم وياك. جميعا متابعينا الأعزاء، ونلقاكم إن شاء الله في موعد ثاني، ونقول ضيف مختلف، وإن شاء الله يكون بنفس روعة الإعلامي فوزان. شكرا كل الشكر، وتصبحون على ألف خير. أنت من أهلا، من الله. مع السلامة.